مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل
لمختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله.